أصبح غطاء الرقص الفلسطيني الشهير بالكوفية بلونيه الأبيض والأسود رمزا للتضامن مع القضية الفلسطينية في العالم كله مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة. الكوفية الفلسطينية تجاوزت الحدود التاريخية والجغرافية وتحولت إلى رمز للنضال والتضامن مع القضية الفلسطينية. العلم والكوفية الفلسطينية وشجرة الزيتون تاريخ طويل من النضال ورمز للمقاومة الفلسطينية، تراث يواجه الاحتلال ويعزز الهوية. الكوفية الفلسطينية التي تحولت من زي شعبي إلى رمز للنضال، هذا الشال الأبيض والأسود تخطى حدود التاريخ والجغرافيا ولم يعد يقتصر رداؤه على الشعب الفلسطيني، بل أصبح رمزا للنضال من أجل الحرية حول العالم. وضع آلاف الأشخاص الكوفية كونها باتت رمزا عالميا للمطالبة بالحرية في أثناء احتجاجات ضخمة حول العالم على أكتافهم ورؤوسهم، تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار. ومع احتدام الحرب بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة، تحولت الكوفية لمشكلة بالنسبة لمن يرتدونه، حيث يقول النشطاء إن الشرطة في فرنسا وألمانيا وهما تقمعان الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حذرت أو فرضت غرامات أو احتجزت الأشخاص الذين يضعونها. تتميز الكوفية الفلسطينية بنقوشها وألوانها المميزة، وهي عادة ما تصنع يدويا من القطن أو الصوف، وتعبر النقوش على الكوفية عن تراث وثقافة شعب فلسطين، وتحمل رموزا ورسومات تعكس تاريخ الشعب الفلسطيني وصموده. ظلت الكوفية لزمن طويل رمزا للقومية الفلسطينية التي جسدها الرئيس الراحل ياسر عرفات، فقد لازمته حتى آخر أيامه، وكان يطويها بطريقة تصور شكل فلسطين التاريخية، فكانت رمزا للثورة الفلسطينية المعاصرة. ومع حظر رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة التي تحتلها إسرائيل، أصبحت الكوفية رمزا للنضال من أجل إقامة دولة فلسطينية. الكوفية الفلسطينية تحمل قصة كبيرة وعميقة في تاريخ فلسطين وتراثها، وتعكس إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة والثبات على أرضه.